مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا، واليوم طبعا بيسرني كثير اني استضيف الباحث في الامراض الجرثوميه الدكتور سامر صقر. دكتور سامر صقر اهلا وسهلا فيك، بدي اربح قدر الوقت اليوم واستفيد من حضورك معنا حتى نحكي شوي انه هال كوفيد 19 يلي انطلق بديسمبر ويلي اليوم وصلنا يمكن ل 6000 حاله وفاه، اللي بدا مع الخفافيش انتقل من الخفافيش او من الوطوات، ليك وين وصلنا اليوم؟ شكرا لدعوتكم الي. بدايه بدي اوضح شغله انه كل معلومه بدي اقولها في مقابلها دوكيمنت ووثيقه، يعني بتشدد انه حضرتك عم بتتابع الموضوع بشكل علمي بحت. بحت. بدايه بموضوع الخفافيش، بوثيقه عرضت بمجله لانست بيقولوا انه المريض رقم واحد لا أكل لحم الخفافيش ولا تعرض حتى لسوق البيع بالخفافيش ولا مات وطوات. فهيدي أول معلومة بموضوع الـ منين إجا المرض. نعم. هيدا الأرتيكل بيأكد أنه المريض رقم واحد ما تعرض لا بالأكل ولا بالسوق اللي ببيع أكل يعني خفافيش الميت. طيب لكن هالفيروس يعني يصنع إذن؟ هلا هون قال كثير كلام، انا بدي احكي علم. نعم. بمجله سنه 2015 نعم. فيها 13 باحث، وعلى فكره كل حدا عم بيشوفني وبده هالوثيقه انا قادر اعطيه. نعم. بيقولوا بال 2015 انه اخذوا فيروس السارس اللي هو صار عنده اوت بريك من كم سنه لورا. نحط السلايدات على الهواء. اي طبعا. اخذوا فيروس السارس، خلينا نشوفهم لتبين. أوكي. اللي بعدها كارلا. ايوه هيدا الارتيكل. ميرسي كارلا. اخذوا فيروس السارس وحطوا عليه طبعا بهندسه جينيه هالابر يلي بتسمح له يلزق او يتعاطى او يتواصل مع خلايا الجهاز التنفسي. وبرهن انه هيدا الفيروس يلي صنع هيدا الفيروس عمل عوارض عند الفيران. فعلى سؤال هل معقول الفيروس انه يصنع؟ هيدا الارتيكل المجله العلميه المرموقه ناتشرال ميديسن بتاكد انه نعم يصنع. طيب هلا كيف ممكن؟ هل بالاكل ممكن بالاكل الواحد؟ كمان سمعنا كثير بالمجتمع اللبناني عن موضوع الانتقال من خلال بالأكل. الطعام. اليوروبيان فود سيفتي يلي هي الهيئة العليا بأوروبا من ناحية جودة الطعام بتأكد أنه هيدا الشيء غير صحيح. ولكن هون بين هلالين مفروض كل من يتعاطى بشأن الأكل أو الطعام أو الغذاء بده يكون أكيد أخذ كل الاحتياطات الشروط الصحية العادية اللي هيدي صح اليوم وصح أي يوم. حيالله أي يوم. نعم. هيدي شغلة كتير مهمة. طيب شو الفرق لكينا العوارض بين الكوفيد 19 والإنفلونزا؟ العارض اللي بيميز الوحيد اللي بيميز بين الكوفيد 19 والفلو هو ضيق النفس. بقيت العوارض نسبيا الى حد معين مشتركه. عشان هيك ينصح كاختبار ذاتي، ما بحل محل الحكيم، بس لواحد يطمن انه يكبت نفسه لفتره 10-15 ثانيه ويشوف اذا ما صار في وجع بالصدر، ما صار في سعله. هيدا بيعملها بالصباح، هيدي بيعملها بحي الله وقت بده يطمن على يعني رويه. انا هلا اذا انا وياك هيك 10 ثواني ما صار شيء، يعني رويه منيح بالمبدا. رويه منيح بالمبدا الحمد لله. طيب دكتور سامر حكينا عنه العوارض، اهم شيء التنفس، يعني هي اكثر بتبلش اكثر. نعم. شيء. طيب اليوم شو اكثر عوارض منتشره اليوم؟ اللي اكثر عوارض حسب الاحصاءات يلي نشرت بمارش 2020 هن الحراره العاليه والسعلة وضيقة النفس. يعني نحن اليوم كل يوم صباحا لما نفوت على الام تي في مثلا بياخذوا لنا الحرارة، مفيدة؟ طبعا. مفيدة خاصة بهالايام. لانه تواحد يطمن اول شيء على حاله ما يصير عنده هلع. نعم. بهمه يعرف اذا اهم العوارض يلي بسببها الكوفيد 19 موجوده عنده او لا، ويلي هي الحراره. بس هذا ما بيعني انه اذا علينا حراره انه حكما هذا كوفيد 19. كمان يعني. طيب في اشاعات كثير
وعلى تواصل اجتماعي قد ما بدك والناس يمكن قد ما هاجسها صار الموضوع. طيب اليوم كيف بدنا نقاوم الفيروس؟ في اشاعات كتير، شيء بيقولوا بالعرق وباليانسون والفيتامين سي، خبرنا شوي علميا اليوم. هلا اني سمعنا نحن كتير على انه قديش هيدا الفيروس بيقاوم على حيلا سطح. نعم. طاوله، كرسي. الموجود اليوم علميا ما في تجربه علميه عملت على الكوفيد 19 ليدرسوا قديش مقاوم على السطح. يعني ما فينا نقول انه 3 ساعات و4 ساعات و24 ساعه، لا هيدا كله عم اسمه اللي عم بينقال هو مقارنه مع سارس والميرس يلي هن عندهم شبه جيني وبالستراكشر تبعولهم. الدراسات انعملت على سارس والميرس عم بيقولوا اذا هو مثل السارس والميرس من ناحيه المقاومه بضاين هالقد ساعات. ما في بحث علمي بيأكد هيدا الشيء. البحث العلمي اللي انعمل لم يوافق عليه من قبل لجنة علمية. فكل اللي عم نسمعه منه مبني على معلومات علمية. في الكلوروكس برهن أنه فعال كتير على السارس والميرس. ينصح هو والإيتانول 60-70% أنه يستعمل في المنازل، بس ما في أي بحث علمي لحد هلأ بيأكد على الكوفيد 19 شو اللي بفعال عليه أو لا مقارنة مع غير فيروسات. يعني كتير عم نحكي عن سارز ميرس وعم نربطها شوي بالكوفيد بالكوفيد 19. ليه يعني هن عم تقول جينيتيك شيء جيني؟ في كتير تشابه جيني بين السارس والميرس والكوفيد 19. إذا بنرجع تاريخيا للسارس والميرس لما بس ما عملوا هالهلع بالعالم كله، ما صار فيها الوفيات كلها، ما صار فيها سارس والميرس من ناحية أعداد الوفيات أو نسبة الوفيات هي تحسب على قديش عدد المرضى اللي انصابوا بالسارس والميرس ومنهم قديش توفى. نعم. سارس والميرس أشد فتكا بكتير من الكوفيد 19. الكوفيد 19 أكتر فتكا من الفلو. من الفلو اللي هو الانفلونزا. الانفلونزا العادية. يعني بالسنة ما بعرف قدي بموت عالم بالانفلونزا، بس ما حدا كان عم يلفت هالقدي. هالمرة في هلع. في هلع عالمي. دكتور شو أخطر ما في من تأثير سلبي نتيجة الكوفيد 19؟ شو أخطر شيء ممكن الإنسان؟ برأيي المتواضع أخطر ما في الكوفيد هو أنه صامت لفترة طويلة بجسم الإنسان. طويلة بمعنى إذا أنا مصاب بالكوفيد 19 فيني دل 24 يوم من دون عوارض. يعني فينا نقول خبيث. خبيث جدا. هلأ أني الدراسات اللي بتقول المنشورة علميا والموافق عليها علميا أنه معدل عام العارض يظهر عند كمعدل عام عند معظم الناس باليوم السادس أو السابع. باليوم هودي من النهار اللي فلان أصيب بهيدا الفيروس لنهار لبلشت على العوارض، يعني بالنهاية هوني هو بينتبه على حاله. نحن عم نحكى بفترة 14-27 يوم. علميا هي ظهور العوارض بمعظم الحالات هي لستة لسبعة أيام. فالمشكلة بسكوته هالفترة من نهار اللي أنا بلقطه بالمجاري الهوائية لنهار اللي ببين العوارض أنا معدي، مع أنه ما عندي ولا أي عارض. فمش عارف حالي أنه معدي. معدي إن كان عندي مثلا حساسية وعم بسعل من وراها، معدي إذا رزاز عم يطلع من تمي وعم يجي على سطح وغيري رفيقي أو رفيقتي لمسته. من هيك حتى دكتور سامي لازم يكون في مسافة متر على القليلة بين شخص وآخر. صحيح، مينيموم بالأماكن العامة. بس عنا نحن اليوم البارح يعني شفت امبارح على الكورنيش اليوم حدا حكينا من عرمون عم بيقولوا كل العالم فاتحة والدنيا بألف خير وعم يطلبوا البلدية عم يقولوا للعالم يقعدوا ببيوتهم. هي ما في سياسة مدام ريبكا أبو ناظر سياسة لإدارة أزمة وبتكون كاملة خالية من الأخطاء. اطلعت على إجراءات اللي اتخذها مش وزراء مبارح. في بلدين وصلت دكتور سامر أنه تعلن منع التجول. صحيح. من فرنسا ابتداء من الساعة 6 اليوم. نحن بإدارة أزمة بدنا قرار صح بوقت صح. والقرار والوقت الصح يكون في التزام شعبي فيه.
نحن وصلت صور على أنه بيروت مدينة أشباح، كل العالم صار مدينة أشباح. أوكي. تاني نهار الناس ظهرت، والناس راحت تزلجت، والناس راحت عملت بيكنيك. هيدا حيكون، والناس نطرت رئيس الحكومة عن مؤتمر صحافي، ما عاد عرفت كيف هجمت على السوبر ماركت، يمكن بين كل شخص وخشت شخص كان فيه 10 سنتي. نحن حنشوف إذا قدرنا. نعم. يعني تحكيني شو عن آخر الأرقام؟ عن آخر الأرقام. عن الإصابات، الوفيات، نسب العمر و... نحن لمبارح في 167,341 إصابة معلنة، مع أنه في تأكيد أنه عدد الإصابات أكثر من هيك بكتير، بحكم أنه في كتير ناس يصابون بهيدا الفيروس وما عندهم عوارض أو عوارض خفيفة، فما بيعلنوا عن حالهم. تأثيره أنه الأرقام بتكون مش كتير دقيقة، لازم تكون الأرقام أكثر، بس هيدا هيدا اللي معلن اللي مؤكد، نحن عم نشوفهم على الشاشة. رح نتابعك فيه. 3.8% من هودي الحالات توفوا. ونحن بلبنان عم نركز كتير على الاشياء السيئه، بالوقت اللي في 45% شفيو. من الحالات اللي بعضهم ضمن المرض. انت فتره الشفاء بدها وقت من ساعتها، عم تختلف من انسان للتاني، ومن فئات عمريه كمان، ومن فئات عمريه حنوصلها بعد شوي. الناس اللي هلا او المرضى 93% حالتهم ما بتدعي لأي خوف، بالعكس حالتهم بعوارض محمولة جدا. يعني قد ايه الحرارة بدها تكون؟ 38.5 39 ماكسيموم؟ لا، هو عم يعمل حرارة كتير عالية عند المريض اللي بنسميه كريتيكال. نعم. عند كتير من الناس حسب الإحصاءات عوارضه بسيطة، لما نقول عوارضه بسيطة حكما ما في حرارة عالية. على سيرة ال تأثير تطبيق السياسات، نعم. نحن عنا سلايد حنفرجيها في هون ما بيبينوا كتير هيك، ما بيبينوا كتير. إن شاء الله إن شاء الله هلأ كل حدا بده هيدا الدوكمنت بقدر وصل له إياه. نعم. بالصين. نعم. يلي تم يلي بالضبط منشوف على في أول خط طالع عمودي. نعم. هيدي لما ما تأخذ أي إجراء، فعدد الإصابات عم يطلع عموديا. نعم. ومنشوف بالخط اللي بعده أنه في انحراف. نعم. هيدا بيعني أنه عدد الإصابات عم بتقل، مثل الصين مثلا حاليا. الصين عملت إشياء تدابير كتير كتير قوية، فطلع عندها نتائج كتير كتير منيحة. بس لنخلص على هيدي. نعم. كل يوم تأخير لتطبيق الإرشادات يلي عنوانها الانتباه والمسؤولية الشخصية عم بيوصل لزيادة بعدد الإصابات، مرات لنسبة 40% باليوم. ونحن لاحظناها بين أول امبارح ومبارح، لاحظنا هالشي باليوم. أي. أما الصين عملت إجراءات ما بعرف قديش قادرين نحن نتحملها. هيدا الجراف. أيوة. منبلش منشوف أنه وقتها قرروا اتباع الإجراءات كانت الأرقام عالية جدا، أرقام الإصابات. رجعوا بعد شهر وصلوا لثمان إصابات يوميا، كنا عم نحكي بالألافات، صرنا عم نحكي عشرات، ثمان إصابات. فحكما لما منقول ثمان إصابات يعني عدد الوفيات منهم حتكون قليلة جدا، خاصة الوفيات اللي عفوا الأعمار يلي هن 60 وما فوق، يلي هود اللي لازم نحنا نحميهم. بس نطلع على منتجعات سياحية أو بس نروح على اجتماعات، نفكر ببينا وإمنا بجدنا وستنا، إنه إذا نقلنا لهم هيدا المرض كيف نحن قادرين بعدين نطلع فيهم. نعم. هيدا أساسي. دكتور سامر، نحن عنا فاصل ومنتابع من بعده الحل عنا مع دكتور سامر. نتابع الحل عنا مع دكتور سامر صائر، باحث في الأمراض الجرثومية. دكتور، يعني إذا بدي أختصر أول بارتي، بدي أقول أنه المسؤولية الاجتماعية والوقاية الشخصية هي، يعني لما بنقول الزم البيت، الزموا منازلكم، يعني حماية خصوصا للناس يلي ممكن تتعرضوا، هي كمان بأعمار كبيرة خلينا نقول، أو اللي عندهم أمراض تنفسية. إذا بدي أدخل معك بالخطورة
كيف منقارن الخطورة بين يلي عندهم كوفيد 19 وبين يلي كان عندهم سارس ولا ميرس ولا فلو ولا؟ بداية إصابة الفلو إذا أنا أصبت اليوم بكرة أو اللي بعده بتبين عندي العوارض. نعم. إذا أنا أصبت بالكوفيد 19 العوارض فيها تدلى 7-14-24 يوم من دون ما تظهر، وخلال هودي الأيام أنا عم معقول أنقل هيدا الفيروس لمجتمعي. هيدي أول نقطة. طيب تاني كيف بنعمل الحجر ساعتها ما دام عم نحكي بهيدي القصة؟ شو الفرق بين الحجر بالبيت أو بالمستشفى أو؟ هي تعريف الحجر، تعريف الحجر إنه أنا ما أتواصل ولا أتعاطى بالمباشر جسدياً مع اللي حوالي، يعني الناس اللي حوالي. بمعنى آخر دكتور، يلي فرضاً ما عندهم أو مش قايلين لهم نعملوا حجز منزلي، بيتعاطوا عندهم ناس كبار بالعمر وهيك، يعني الأفضل يحطوا كمامات بالبيت؟ حكماً بهيدي الظروف اللي نحن فيها لنحمي الكبار بالعمر. نعم. لازم نعقم إيدينا مش مرة واثنين بالنهار، كل 10 دقايق نعقم إيدينا، ننتبه على لبسنا إذا لمسنا لبسنا، كمان إذا جايين من الخارج وفايتين على البيت لازم نغيره قبل ما نتواصل جسدياً مع حيالله. يعني هات بالحواء الطلق مثلاً؟ إيه، جايين من برا منشيل تيابنا منحطهم بسلة خاصة، منعقم إيدينا ووجنا وبعدين منتعاطى لتنحمي الانتقال من السليف من الرئة. إيه، الأفضل حكماً نحط لأنه مريض مش بضروره حد يعطس بالحكي، إذا كان قريب ممكن إنه هيدي كلها أمور قادرين كلها نعملها. يعني اليوم ما بعتقد هيدي صعبة على الناس، لأنه بس الناس بدها تلتزم، لازم تلتزم في التزام. هو أنا بلخصها، يا ريت اللي عم بيصير على الفيسبوك واللي عم ينقال عن الفيسبوك عم بيصير بحياتنا اليومية، كان وضعنا أحسن. طيب بعد عندك شيء تقوله بال... طبعا من ناحية الخطورة الفلو، كل 10 أشخاص مصابين بالفلو بالمجتمع، الانفلونزا أو الجريب، الانفلونزا الجريب العادي معقول يعدوا 13. اف بالكوفيد 19 كل 10 أشخاص معقول يعدوا بين 20 و35، لكن العدوى والانتشار أقوى. العوارض وغير معلم. ايه. خبيث. الفلو خلص بعد يوم أو يومين نحن عرفنا أنه بنا شيء نتوقع ومنحمي حال غيرنا. بالكوفيد 19 لا. النقطة الثالثة قلنا أنه أقل، هو أقل خطورة من ناحية عدد الوفيات من السارس والميرس، بس أكثر بأضعاف 4 إلى 6 أضعاف. هذا الجرافيك يلي أكثر من 4 إلى 6 أضعاف خطورة مقارنة مع الفلو. خطورة على مين؟ خطورة على اللي عندهم مشاكل قلب، شرايين، سكر، المسنين ما فوق 60. هودي اللي نحن بمجتمعنا لازم نحميهم، تلحميهم لازم نحمي حالنا، تنحمي حالنا وقت هلا ما نتعاطى مع بعضنا الا بالضروره القصوى. في ناس تعمل عزايم ببيوتها، وفي ناس بتظهر وبتفوت وكانه شيء لم يكن معلش خلينا نشتاق شوي لبعضنا، بس تقطع هالازمه بنرجع. دكتور حب يفوت هلا باللقاحات، لانه لما نبلش نسمع عن لقاح مثلا، الرئيس ترامب ظهر طلع بالبيت الابيض وحكي عن شركه روش. طيب وفي غير شركات كمان، حتى في حكيم لبنان عم بيقول انه اخترع مصل ورح يعلن عنه. قديش جديه قضيه اللقاحات؟ قديش جديه بتتجرب اولا على الانسان على قلت لي اول شيء بينت على الفئران المرض. خبرنا شوي عن اللقاحات اليوم، وين صرنا عالميا؟ تعقيبا على موضوع ترامب اللي طلع امبارح، انا برايي هي انا لحد معلوماتي هي اول مره بتصير انه مندوب شركه مثل روشيا اللي هي شركة مرموقة بيطلع ببشر أنه في مش لقاح، في تست ليعرف المريض إذا كان بوزيتيف أو نيجاتيف بالكوفيد 19 بوقت قليل. يطلع يصرح عن هيدا الشيء بالبيت الأبيض وياخد أبروفل من الـ FDA بكم ساعة. هيدا لحد معلوماتي، أنا يمكن كون غلطان، بس أول مرة بتصير. فاللي صار بالبيت الأبيض هو مش تعريف عن لقاح، هو تعريف عن تست بيختصر الوقت تنشوف إذا مريض بوزيتيف أو حكي عنه دكتور نسناس على الـ MTV وقال رح نوصل لوقت يصير نص ساعة نعرف. اللي لفت الانتباه أنه قال للأمريكان بداية الأول للأمريكان. أما موضوع اللقاحات، المعلومات المؤكدة حسب التقارير بعد أنه دقيقة دكتور، أنه في شركة موديرنا
بعتت أول لقاح للتجربة على البشر من 7 أيام. إدي بده وقت حتى يصير؟ متوقع أنه تبين أول النتائج بأول أبريل. ولما منقول بين نتائج يعني ببلش مثل الإيبولا بلش ينحسر؟ لا، لما بيكون في وجود لقاح نفسياً الناس ترتاح. لكن وصل لكل البلدان، بظن نحن شوي بيتأخر عن غيرنا، بس إلا ما يكون واصل، بس خلينا نحمي حالنا قبل ما يوصل اللقاح. أنا بدي أشكر حضورك معنا دكتور سامر صقر لكل هالمعلومات اللي عطيتنا إياها، وآخر شيء بقدر أقول للناس الزموا منازلكم، انتبهوا على كل الناس اللي بتحبوهم، مرحلة وبتقطع. بعطيكم موعد بكرة، إلى اللقاء.